كومبلكس كونديشن. يعني ايه الكومبلكس كونديشن؟ يعني بدل ما كنا بنحط جنب اف كونديشن واحد بين القوسين هنحط اكتر من كونديشن. تعال نشوف البرنامج اللي انا عايز اعمله هنا. انا عايز المستخدم يدخل لي عمره في التكست بوكس ده، وبعدين اتاكد ان هو دخل لي عدد في الاول، وتاني حاجه عايز اتاكد ان العدد ده بين 0 و 120 لان مفيش عمر بني ادم بيعدي ال 120 سنه. اول حاجه عايز اعدلها في الكود ده ان انا احط اسم، او احط الاكشن اللي هيحصل لما الفورم دي تعملها سبميت، يبقى هو اسم الفايل بتاعي اللي هو comb.php، وحاجي على الميثود لازم تبقى بوست. عايز اخد القيمه بقى اللي كتبت جوه التكست بوكس دي، اجيب المكافئ ليها بالانتجر، والانتجر فاليو بتاعها لو هو دخل كلام هيبقى الانتجر فاليو بتاعه او القيمه العدديه بتاعته بصفر، لكن لو دخل اي عدد هتفضل قيمته العدديه زي ما هي. تعالوا نشوف الكلام ده عملي. فتعالى اقول له ايكو واستخدم الفانكشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هو intval، وبين القوسين بتوعي اكتب له الاس دولار ساين اكس، واشوف الكلام ده هيتنفذ ازاي، لان لما اطبقه هيبقى اسهل في الشرح بتاعه. فتعالى نكتب اي عدد هنا وادوس سنت، هلاقي العدد نفسه اتطبع لي. طب تعالى نكتب اي كلام، هلاقي ايه اللي اتطبع لي؟ صفر. طب تعالى نكتب اعداد مع كلام، هلاقي اتطبع لي الارقام بس هي اللي اتطبعت. تعالى نعمل اف بقى بلوك هنا تاخد الانتفال دي تشتغل عليها. فهقول له اف وبين القوسين بتوعي اقول له ايه، لو الانتفال دي بتساوي لا تساوي صفر فاذا اطبع لي ان هو دخل فاليو عددية صحيحة. لا تساوي بنكتبها ازاي؟ هنكتب علامة تعجب ويساوي، دي بالبي اتش بي معناها لا يساوي. فحاجي هنا اقول له لا يساوي العدد اللي هو صفر، اذا ايكو valid age، ممكن اكتبها كده على طول مؤقتا دلوقتي واشغل الكلام ده. فانا لو دخلت دلوقتي 45 فهيقول لي 45 valid age. 45 دي طبيعها منين؟ طبيعها من الايكو الاولانيه دي. فانا ممكن ابدل القصه دي دلوقتي، يعني ممكن اعمل كومنتنج للكلام ده لان انا مش محتاجه دلوقتي، واشغل القصه دي مره تانية لان انا عايز بس الاف بلوك هو التاثير بتاعه يشتغل لي. فده valid age كده ما طبع ليش اي حاجة. ففي واحد بيقول لي انا هستخدم مع البلوك بتاع اف ده هستخدم معاه إلس عشان اجيب الحالة التانية اللي هي الحالة التانية اللي هي هتبقى ايه، القيمة اللي جوه التكست بوكس بتساوي صفر. فهقول له هنا إلس وبين التو كيلي باكتس ممكن اقول له ايكو نوت valid، وممكن اشغل الكلام ده دلوقتي. انا عندي خطأ على فكرة لان انا نسيت احط سيمي كولون هنا. تعالى نكتب اي عدد valid، اي ارقام not valid. تعالى نشوف بقى ازاي ممكن اعمل complex condition. الcomplex condition ده هيقول لي ايه؟ هيقول لي ان العدد اللي دخل لي ده او القيمة العددية اللي دخلت لي دي ما بين الصفر والمية وعشرين. فهاجي هنا اقول له مع الcondition الاولاني اللي انت استخدمته ده خد معاه condition كمان اللي هو and، وان تكون قيمة الاكس دي اصغر من او تساوي المية وعشرين، او كفايه بس اصغر من 120، مش محتاجين اكتر من كده. فلو كان الشرط ده صحيح والشرط ده صحيح هينفذ لي البلوك اللي هنا. ممكن اقول له هنا بقى ايه، you have s dollar sign x years old، ادي اول حاجه في حاله ان التو كونديشنز دول هيبقوا صح. طيب في حاله الكونديشنز دي غلط هقول له ايه، اس دولار ساين اكس الكلام اللي انت دخلته ده is not valid age. تعال نشوف الكلام ده لما يشتغل هيبقى عامل ازاي. فانا هدخله هنا اول حاجة 43 فبيقول لي you have 43 years old، فكده ال 43 طبقت لي اول كيس ان الاتنين دول كانوا صح. طب تعال ندخل كده عدد يعدي ال 120 فبيقول لي العدد اللي انت دخلته ده is not valid age. طب تعال ندخل اي كلام بيقول لي لأي كلام اللي انت دخلته ده is not valid age. يبقى اذا ده بنسميه يا جماعة الcomplex condition. الcomplex condition اللي هو بيبقى اكتر من شرط بحطه جنب الاف عشان اعمل او اتحقق من الداتا اللي داخلالي. في واحد هيبعت دلوقتي يقول لي انت ازاي غيرت في الالوان بتاعت الدريم ويفر بتاعتك بالشكل ده، فهقول له الموضوع سهل جدا. انت هتخش على edit، فاكرين edit لما دخلنا وعدلنا في الفونتس وعدلنا في الفونت سايز
وعملناه 16 هتخش المرة دي في الكود كالورينج، والباك جراوند بتاعتك عايزها هتبقى عاملة ازاي. فانا لو غيرت الباك جراوند بتاعتي من هنا هتلاقي الباك جراوند اتعدلت معايا، فانا هرجعها اسود طبعا تاني لان كده صعب قوي. وعندك هنا في الايديت كولر سكيم هتخش على كل ايتم من هنا وتتحكم فيه. يعني احنا لو جينا على البي اتش بي نمبر مثلا، البي اتش بي سكريبت نمبر، تعال نعمله بلون مميز شوية باللون ده واقول له اوكي، فكده الخلفية جات لي سودة، وهتلاقي كل الاعداد اللي انا بكتبها بقت باللون البينك ده. فانت ممكن تعدل عن طريق ان انت تخش تعدل الالوان كلها اللي عندك عن طريق ان انت تخش على preferences code coloring والباك جراوند تعدلها من هنا، وتخش على الايديت كولر سكيم وتبدا تعدل في ايتم ايتم من الايتمز بتاعتك هنا، وبيديك هنا زي بريفيو كده للالوان اللي انت عدلت فيها. لو عايز تتعرف اكتر على الفانكشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه دي، ممكن تخش على البي اتش بي وتكتب، او تخش على جوجل وتكتب انتفال بي اتش بي، وتخش على اول سليكشن هيطلع لك، هتفتح معاك البي اتش بي مانيوال او بي اتش بي دوت نت سلاش انتفال، وهيبدا يكتب لك او يجيب لك اكزامبلز على الانتفال دي اكتر من اللي احنا اتكلمنا عليه.